عملتو؟ لك ليش هيك عملتو؟ لك مو حرام عليك خرب مالي ورسمالي؟ لك خرب في بيتي الله يخرب بيت يخرب بيت قل إلهي يخرب بيت قل ليسي قلنا لك ادفع ما كنت تدفع لك مستو ما استفتحت ما استفتحت بعدين أنا ما ببيع ولا أنا ببيع بالزعين والله هاي أوامر الباشا لك بس هذا الشيء ما بيجوز الرجال شلون بده يعيش وابنه بالحبس راسلها ما حدا يتدخل ابنه احسن ما اقول لجناب الباشا يجي يخرب الحاره فوق روسكم لك شو بدك فيه انت وياه رمزي افندي بذاته هلا هيك اخي عمل فيكم؟ واكثر من هيك يا رمزي باشا ليش شو ضل غير انه يشغل الفلاحين بارض الوالي وياكل تعبهم ويبيعوا المحصول للوالي بنص الثمن؟ في شي بينحكى وفي شي ما بينحكى يا رمزي باشا مثل شو؟ هذا يا سيدي وعمك أبو عباس عم يتعرض للأذى من الباشا ورجاله حبسوا له ابنه وعم يددوه فيه وهي نحن أنذروك إنه يهدوا البيت فوق راسنا يعني رح نصفه بالصقايق من ورا راس عباس الله يرضى عليك يا بنتي ارحمينا مشان الله والله ما عنا قده للباشا يعني بدك يعني اتطلق من عباس واتجوز الباشا يا مو لا لا يا بنتي بس بس شو يا بي خلص إيش كان هالشي بيرضيكم؟ أنا موافقة بس لا يوافق عباس يطلقني أنت أخي الكبير وبحطك فوق راسي مش أنا هيك حكيت لك مع الوالي ورح ينقلك من حبس ويجيبك لهون عالشام تستلم السرايا بس بدي إياك معي مو ضدي وأنت أخي ومفضل علينا وروحي بترخص لك بس أنا معك على الحق مو على الباطل شو قصدك أخي؟ قصدي انه توقف مع اهل حارتك وتساعدهم مو تظلمهم وقف مع اهل حارتك وين كانوا اهل حارتك لما ابوك توفى وتركنا صغار وامك راح تشتغل لفايا وين ايه بس ما حدا منهم ضرنا وكانوا يتحننوا علينا ويعطونا اسمع اخي خلينا نعوض كل ايام القهر اللي عشناها سوا ويا اما بتصير معي وتوقف حدي يا أما بترجع من محل ما اجيت الله يهديك يا أخي الله يهديك الله يهدينا كلنا اسمع كداس مرني يا باشا هذا أمن مكان خبي فيه كل شي جنيته بعمري دير بالك منيح صار يا باشا بعيوني كسر له راسه لهذا الواطي اسمع غازي بيجيب لي جماعة البلدية بكرة وتروح وتهدموا بيته لأبو فياض وتجمع لك الأهل الحارة وتجيب الكركون معك بدي اجلدوا لهالكلب قدام كل أهل الحارة بدي ربيهم واحد واحد ولك أنا زكي باشا حدا بيقول لي لا خلاص بقول انا مفهوم كله مفهوم احنا لازم نحرق له قلبه للباشا لك يا ريت يا ريت بس شلون بدنا نحرق له المستودع والله فيها وجهة نظر لانه الكل رح يكون ملتهي بقصة عباس وبيت ابو فياض وينك فهد؟ بكرة بتجهزوا حالكم وبتجهز لي العدة أنا رح راقب الوضع بس لقيت الفرصة مناسبة بعطيكم إشارة وبتعملوا اللي عليكم وبتشعلوها مشي ونحن جاهزين امشي نشوف الشباب مشي
بوس ايدك يا باشا. هذا الواطي زرع الطحين من عند الوالي وحاول انه يقتلني، رح ينال عقابه قدام كل الناس. باشا بوس ايدك. إذا بدك تنفض بعملتك بتطلع ياسمين قدام كل الخلايق. بدي أفحصك بصر مالتي. شوف شغلك. باشا مستودعك عم يحترق. خلايا شاب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله ونعم الوكيل. لك شو عم يصير يا جماعة؟ المساكين ماتوا أبشع موتة، غازي وزكي وكداس. اللهم لا شماتة، بس هي نهاية كل ظالم بيتجبر على الناس. سمعت لكم إنه الوالي عين رمزي باشا بدال زكي باشا، يعني لتصريف أعماله، بس إن شاء الله ما يطلع مثل أخوه. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. أي حدا له حق عند أخي المرحوم بيرجع له. ما بدنا أي حدا له شيء بذمتنا. أمرك يا باشا، اعتبره صار. أي خدمة تانية؟ تسلم. بقول لك شغلة باشا، شو رأيك بشي سهرة من سهرات الرواق تبع المرحوم الله يرحمه؟ إيه شو عليه؟ نسهر. صار يا باشا. طيب انت بمين بتشك يا جناب؟ ما بعرف ما بعرف، حاسس كل اهلي حرض القصب اعدائي والله. طيب شو بتأمر تساوي يعني؟ بدنا نهدي اللعبه شوي، ما بدي الحارة يقوم علي ويسمع الوالي. بس والله والله ادفعهم الثمن خالي والله. مين برأيك اللي قوص على زكي باشا؟ زكي باشا ما خلى له محب، كل الناس صارت عداو. هي نتيجة أعماله العاطلة. بس اللي محيرني إنه ما فتحوا تحقيق بالموضوع. الله يجيرنا من الأيام اللي جاية. أوامر تانية يا باشا. أنت شو اسمك يا حلوة؟ ياسمين. عاشت الأسامي. قدي صار لك عم تشتغلي عندي بالأرض؟ إلي شي سنتين يا باشا. سنتين؟ يعني معقول هالايدين الحلوين يشتغلوا بالارض؟ شو رايك شغلك شغله نظيفه خفيفه ما تعذبي فيها؟ لا لا يا باشا انا مرتاحه بشغلي كثير. ابو ربحي جيب لي ابو فياض لهون.
الباشا بده يتجوزني يا بي؟ ايه والله يا بنتي، اليوم طلب ايدك مني. يا بي شو نسيان انك كاتب كتابي على عباس؟ لا ماني نسيان، بس عم لكم شو صار معي. لا يا بي انا ما بدي اتجوز، انا عباس بدي اياه وما بتركه. بس يا بنتي الباشا وعده لأبوك إنه يسلمه رئيس المرابعين ويغني كتير وأكيد حيعيشك بعز، شو بدك أحسن منه؟ أنو عز يا مو؟ مالك شايفة شو عم يعمل بأهل الحارة والمرابعين والفلاحين؟ والله مزبوط عم تحكي يا بنتي، كل عمرنا ما نرضانين بأفعاله بنوب. بس يا بنتي بنتك عم تحكي صح، كل عمرنا عايشين بالسترة ورضيانين بهالعيشة هي، وأنا كل عمري ما حدا جابه معدلي، هلا بدك ياني صير علكي على سهر الناس؟ بس ملكي زعل منكم الباشا وقلعكم من الشغل. يا ستي ويقلعنا، 100 واحد بيتمنانا انه نشتغل معه ونشتغل بارضه. روحي هيك يا بنتي، روحي هيك الله يرضى عليكي، خلاص خليكي مثل ما بدك. شو عم تقول؟ عم ترفض نسبي يا فياض؟ اعوذ بالله يا باشا، نسبك بشرف الكبير والصغير، بس أنا بنتي مكتوب كتابة أعطيكي من الشاب، ما فيني أتراجع عنها. اسمع اليوم بتضب أغراضك وبتنقلع أنت وعيلتك، ويا ويلك شوفك بأرضي أو بأرض غيري. دربل أرض الله واسعة يا باشا، أرض الله واسعة، أرض الله واسعة. بسيطة بسيطة يا فياض، والله لدمرك انت وبنتك. هذا اللي صار، نبه على كل اصحابي الاراضي ما شغلونا عندهم. لك العمى بقلبه، العمى بقلبه شواط، شلون بده يتجوز ياسمين وهي على زمتي؟ شلون؟ لك هذا لا بيحل ولا بيحرم، ما بيخاف من الله. اخ اللي قوس عليه، يا ريت يكون قاتله وخلصنا منه. شو بنعمل هلا نحن؟ شلون بدنا نعيش؟ شلون بدنا نكمل باقي حياتنا؟ انا رح روح لعند عمي ابو طلعت واحكي معه تشتغلوا عنده بالارض، رجال معدل وبضاي وما بيحب الزاحل بنوب. وبركي ما رضي بعد تهديدات الباشا. انا بقنعه. إيه؟ الله يوفقك. الله يعينه هالأبو طلعت على الحريق اللي صار عنده. لك إيه ما صفى عنده عود أخضر يوحد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شلون صار هيك الحريق؟ أنا برأيي لأنه شغل أبو فياض عنده بالأرض. وإنت قلتها، ما في غير زكي باشا وراء الحريق. الله يزله يا رب. آمين. مولانا من بعد إذنكم، بدنا فرمان بيهدم أحد البيوت عنا بالحارة. بيت مين بده يهد زكي باشا؟ مولانا هذا بيت أحد المخربين وبده ينال من هيبتكم. من حضرتنا؟ نعم مولانا، من حضرتكم. أهل الحارة مو مصلين على النبي، مشان هيك بده نحط على الخازوق. زكي باشا، أنتم معكم كل الصلاحيات إلى كل من يقف في طريقنا. أمرك يا باشا. وأنا سيصدر فرمان في هدم بيت. علم علم يا باشا علم. لك تمنيت الارض تنشق وتبلعني ولا شوف ارض معلمي عم تحترق؟ لك دموعه ما عم تروح من بالي، ما عم تروح. لك ليش انت شو دخلك يا عباس؟ انت يلي حرقت شيء. لك انا اللي ترجيته لمعلمي مشان يشغله. انا العمى بعيونه شو قلنا، ابن حرام لا بحلل ولا بحرم. اي والله العمى شو ابن حرام. وليش بدنا نخلي البيت يا حضرة الوز باشي؟ والله في معي امر من الباشا بهدم البيت. شي وليش بده يهدم البيت؟ هذا البيت أرض وقف، يعني ملك الحكومة، والوالي بده يعمر عليها جامع. شلون وقف وما وقف؟ على رأسي إن الوالي بده يعمل جامع، ما اختلفنا.
اخذ بده يعمل جامع بقدم له اياه هديه لهذا البيت مني انا، بس هذا البيت ما له وقف. هذا البيت ورثان وعن ابي، وابي ورثان وعن جدي، ونحن في عنا حجه بملكيه البيت. اخي بدك تروح، روح اشتكي للعادليه، وانت قدم اعتراض، انا علي اني بلغاك وبس. كثر خيركم والله، وين بدنا نصفي بالشارع؟ نزلت بالزقايق؟ هذا مو شغلي. شغل مين هذا يا ربي؟ شغل مين هذا يا ربي؟ معك يومين لا تفضي البيت، فهمان؟ امشي. ولا هسه بكره بدك تطلع. معي يومين تفضي له البيت. يكتر خيره اللي زت لنا طحينة، لولا هو ما قدرنا نطعم الأولاد خبز وكان انكشف حالنا يا ابن عمي. اي نعم الله يعطيهم العافية الشباب، والله فرجوا همنا وهم الجيران. صحيح ما عرفت مين هن؟ لا ما عرفت. وانت شو بدك بهالأسئلة؟ كتر الأخذ والعطا ما بدي، لتلتة ما بدي. خلص ما صار شيء. لكن ابن عمي لك أنا شو بدي غير إنه الأولاد ما ضلوا جوعاني؟ صحيح حسبت حساب أمي. لكان ابن عمي لكان حسبت حسابه قبلنا. معلش عم تتعبي معها، بس تعرفي ست كبيرة ما لها غيرنا. ولو يا صافي ولو أمك بمقام المرحومة أمي، وأنتو عيلتي، أنا ما عندي بالدنيا حدا غيركم. الله يرضى عليك يا شو ها؟ شو في؟ لك شو ها؟ شو؟ طحين؟ لك في طحين؟ امشي لي لك شي فرصة. لك خلص ما في شي. وليش بدكم تفتشوا بيوت الحارة؟ بدنا نجيب الزعران اللي سرقوا حمل الوالي، وهذا أمر من جناب الوالي بذات نفسه، بده يتنفذ فورا. بس ما يكشفوا مين اللي سرق الحمل يا مختار؟ لا اطمن شيخي، خبوا الحمل برات الحارة، بس وزعوا شوية طحين على الناس مشان تاكل. الله يقويهم يا رب يجزيكم الخير. امين يا رب. الله يقويهم على الوالي. تفضل شيخ. يا رب. قولي على قامتي، صافي صار له 4 ايام ما رجع على البيت، وينه يا نهله وينه؟ قال عم يحققوا معه كرمال قصه الطحين. طب خليه يقول منين جاب الطحين. شلون يا مرت عمي؟ شلون بده يقول منين جاب الطحين؟ ما في، هو اصلا ما بيعرف مين الشباب اللي زتوا لنا الطحينات، كمان نحن لولا هون كنا متنا من شوعنا يا مرت عمي. ونحن شو بده يصير بحالنا؟ لك ابني بيشتغل طول النهار ويا دوب يطالع على امتنا، لك شو بده يصير فينا هلا؟ طولي بالك مرت عمي، طولي بالك. انا رحت لعند المختار وقال لي انه في رجال كثير حطوهم بالسجن كرمال هي القصه، وقال لي اني روح اسال رئيس الكركون او الباشا. طب والعمل؟ والله رح ينكشف حالنا. أنا بكرة رح روح لعند رئيس الكركون، وإذا تطلب مني الأمر رح روح لعند الباشا بذات نفسه، بس أنت طولي لي بالك. الباشا جن جنانه على ما يعرف مين اللي سرق الطحين، والكركون لم كتير رجال من الحارة لحتى يعرف مين اللي سرق الحمل، هلا شو بدنا نعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا باشا ما في حدا اعترف منه، وعم بيقولوا انه ما بيعرفوا مين اللي اعطاهم الطحين لانه كانوا ملتمين. ما بدي اياك ترحم ولا واحد فيهم. كل اهالي المساجين اجوا لعندي. ايه خليهم يجوا، وإذا في نسوان حلوة يجوا لعندي. إيه خطي خطي شوف خاطرون. بوس إيدك يا سيدي تقول غير الحكي. طيب ما في مجال إنك تساعدنا؟ والله يا خانوم أنا ما بيطلع بإيدي طالع جوزك من الحبس. اللي بيطلع بإيده هو اللي مين؟ اللي مين وأنا مستعد أروح لعنده بوس إيديه؟ زكي باشا. والله شغلة جوزك كبيرة كتير،
يمكن يروح فيها شيء 10 سنين. 10 سنين؟ ويمكن يروح فيها اعدام. اعدام؟ بوس ايدك، بوس ايدك يا باشا، تساعدنا. ساعدك ليش لا؟ بس بشرط واحد. شو هو؟ تطلعي لفوق على المخدع. شو فكرني انت؟ شو فكرني؟ او مين شنو جوزك؟ فما لك غير هذا الحل. يلا يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك أنا من الردى بأمي وأبي. يا غصن نقى أفديك. يا ربي والله لو كنت رايحة لقبري كان أهون علي من الشيء اللي عملته، بس ما كان عندي حل تاني. لو ما وافقت كان جوزي ضل محبوس وكنا تبهدلنا أنا والولاد. كان بدي جيب دوا لمرت عمي. أنا ماني عايبة، ماني عايبة. طمنيني، شفتي الباشا؟ ايه. وشو قال لك؟ وعدني بكره طالعه من الحبس. الف الحمد لله، الحمد لله يا رب. شو شايفتك زعلانه؟ صاير معك شيء؟ لازم تكوني فرحانه، بكره جوزك رح يطلع. ايه فرحانه مرت عمي، فرحانه. أنا قايمة أشوف شو بدي طعمي الأولاد. اليوز باشا عم يدور عليكم بسراج وفتيلة، بدي إياكم تكفوا مغيب عن الحارة. وأوعكم، ها أوعكم حدا يجيب كيس طحين على الحارة. وأهل الحارة شلون بدهم يدبروا أمورهم؟ لا تخاف عليهم، عندهم طحين يكفيهم بينما تخلص هالقصة. طب وبالنسبة للشباب اللي حبسوه؟ لا تاكل هم، بيطلعوا. بس بدي اياكم تخبوا الطحينات بقرنه ما يقطعوا فيه. امرك مختار. عندي قولوا الله. الله يرضى عليك. الله الحمد لله على السلامه. الله يخلي لي اياكي يا ياما، الله يخلي لي اياكي وما يحرمني منك. يا ابني بلاك نحن انكشف حالنا والله. الله يخلي لي اياكي يا عمي. شو يا نهلا؟ ما في الحمد لله على السلامة لجوزك؟ وين رايحة؟ طلقنا. أنت مو لازم تكون على زبدك. مرة عايبة مثلي. تعي لهون. شو قلتي؟
عندك حل مني، يا طلقني يا تقتلني. لك شو عم تحكي انت؟ لك شو عم تحكي؟ والرمل ما ينعجن، والرمل ما ينعجن، والشوب ما ينداس، والسر ما ينعطى يا عمي إلا لناس وناس. اسمع يا قينا يا قينا يا قينا يا قطر الندى، يا شبك حبيبي حبيبي جلاب الهوى، يا قينا يا قينا يا قينا يا قطر الندى، يا شبك حبيبي حبيبي جلاب الهوى، جلاب الهوى. بليت بقاسي القلب لم يحفظ العهد، رضيت به مولا، رضيت به مولا ولم يقبل بي عبدا. بسيفي حظه، بسيف حظه يضرب الناس صفعا ويضربني حتى كاد يميتني، وعند طلوع الروح يسقني الشهداء. قول صد العصاري يا سمك يا بني، تلعب بالمية لعبك يعجبني، تلعب بالمية لعبك يعجبني، يا سمك بني، صيد العصاري يا سمك يا بني، تلعب بالمية لعبك يعجبني، يا سمك بني، صيادك شاطر بياعك ماهر، تلعب بالمية لعبك يعجبني، يا سمك بني، صيد العصاري يا سمك يا بني، تلعب بالمية لعبك يعجبني، تلعب بالمية لعبك يعجبني، يا سمك بني، صيد العصاري يا سمك يا بني، تلعب بالمية لعبك يعجبني، تلعب بالمية لعبك يعجبني، يا سمك بني. سيدي في فرمان وصل هلا من السرايا. لا شو خير ان شاء الله. هما شو في سيدي؟ زكي افندي صار زكي باشا؟ لك الموظف صغير بالسرايا لزكي باشا؟ ايه شو يعني شيء مهم سيدي؟ لك شو مهم؟ زكي باشا صار. والله ما فهمت انا. بعدين تفهم، روح مش روح. روح سيدي. ايه هي حلوة. اختار فهمني اياها، هي ماني فهمانة. يعني الوالي شلون بحط زكي افندي موظف بالسرايا؟ لا وغير هيك كمان بحطه مدير اعماله، يعني كل تصنيف اعماله بين زكي افندي، وعينه مسؤول كمان على كل املاكه وارزاقه، وعينه مسؤول كمان على 3 حارات، يعني صار يحكي بلسان الوالي، يعني ايده اليمين. كيف صار هالشيء هيك يا مختار؟ مبينه شيخي مبينه. اش كان كل يومين عم يعمل له سهره للوالي،
يعني كاس وطاس وفقش وبنات ليل. استغفر الله العظيم، يا رب تلطف فينا يا رب. والله يا جماعة هالشغلة مو خير علينا أبدا. فعلا مثل ما بيقول المثل، لا تخاف من الشبعان إذا جاع، وخاف من الجوعان إذا شبع. يا حبيبي هذا زكي أفندي موظف بسيط بالسرايا، ما حدا قدران يطول راسه، شلون هلا صار ايده اليمين للوالي؟ الله يجيرنا، الله يجيرنا يا رب. اسمع غازي، نحن لازم نمسك كل أهل الحارة، وما في غير طريقة واحدة لحتى نسيطر عليهم. شو هي الطريقة يا جناب الباشا؟ العمر الطويل إن شاء الله، تسلموا إيدين. لقمة الخبز، نخليهم يفكروا فيها كتير ونخنقهم فيها، وما نخليهم يرفعوا راسهم بنوب. وقسما بالله يا غازي، إذا سمعت كلامي ونفذت يلي قلت لك عليه وحياتك، لخلي الوالي يخليك بمكانك ويرفعك كمان. أنا بأمرك يا جناب باشا، أنا بأمرك، ومن إيدك هاي لإيدك هاي، يلي بتأمره أنا جاهز. وأنا هذا عشمي فيك. صحتين على قلبك. شو؟ بدك يعني بيعرضي كداس؟ زكي باشا رح يدفع بأرضك سعر منيح يا أبو طلعة. لا عمي لا، مالي مصلحة بنوب. بعدين هي الأرض عم يشتغلوا فيها مرابعين وعم ياكلوا من خيرها، إذا بعتها وين بدهم يروحوا بحالهم؟ أخي ما اختلفنا عم يشتغلوا فيها، بس زكي باشا رح يشتري الأرض مع المرابعين. لا عمي لا، مالي مصلحة، ما ببيعها ولو على روحي. إيه مثل ما بدك أبو طلعة، بس هاي شغلة ما بتتعوض. ها بيعوضنا الله. سيدي السلام عليكم. الله معك والنبي داعي لك. بيعرضي مثل ما عم بقول لك مختار، وبده يشتري منا المحصول ببلاش، يعني رسماله ما بيجيبه. بنخسر يا أخي بنخسر. لك شو صار له هالرجال؟ ليش هيك عم بيعمل؟ مبينة مختار، مبينة بده يبيعنا أراضينا. لك شو يبيعكم أراضيكم؟ والعالم اللي عم تشتغل فيها وين بدها تروح حالها؟ بس هذا الشيء ما بيجوز، في إضرار الفلاحين، يعني شغلتين الله ما بيغفرون، الإشراك بالله وضرر بالناس. المشكلة إنه زكي باشا بظهره الوالي والسرايا والكركون كمان بظهره. شو يعني؟ إذا بظهره الوالي والسرايا والكركون نتركه يتحكم فينا؟ لا أنا شوي تاني بروح لعنده ولا يهمك، وبحكي معه كمان. الله يجيب العوائب سليمة. آمين يا رب. تا صافي تا. السلام عليكم. سيك هاي هجرة الشهر تبعك. هجرة الشهر؟ بس يا سيدنا هذا قليل. شو أعمل لك إذا كان المحصول هاي السنة كتير قليل؟ سيدنا أنا عم بشتغل من طلوع الضوء لتعدم العين. يعني لازم يطلع لي أكتر من هيك بكتير. والله هذا ما بيكفي عائلتي وولادي. شو أنا مجبور بمرتك وولادك؟ أخي مو عاجبك لا يقول لك شي شغلة تانية، ما بشبرك أنا. أبرك سي روح، بدي حاسب غيرك. يلا عزات. يا غازي أفندي، الفلاحين زرعوا القمح وعم يستنوا ليحصدوه منشان يبيعوه تتحسن أحواله. إيه بس جناب الوالي رح يشتري منهم القمح. إيه بس جناب الوالي ما رح يدفع مثل ما بيدفعوا بالسوق. هو صحيح قليل، بس بالنهاية هن المستفيدين. شلون مستفيدين إذا رح يدفع له النص اللي عم يدفعوه تجار السوق؟ آه جناب الوالي
رح يبيع القمح طحين للناس وبسعر التكلفة، يعني الناس كلها رح تستفيد. ها يعني؟ والله أنا ما دخلني، هاي فكرة زكي باشا. إذا كان هيك الله يديم علينا الوالي والباشا. عن إذنك. الله معك. سيك غازي مسيك، هاي حصتك من حق القمح يلي اشتريناه من الفلاحين. الله يسلم هالايدين يا باشا ويزيدك كمان وكمان ويرزقك. انا ما قلت لك اذا بتضلك حاطط ايدك بايدي رح تنبسط كثير. وانا بخدمتك يا باشا. ولسه وقت نبيع القمح للفران. بس على اساس انت بدك تنزل سعر الطحين؟ مش مين قال لك رح ننزل سعره؟ بالعكس رح يزيد اكثر واكثر. بس انت وعدت الناس انك بدك تنزل سعر الطحين، شو حتقلو؟ خرب اجى البق وخربه وانن ما داروا بال عليه. فهمت عليك. تفضل. ليش هالكرات زكي باشا؟ زكي باشا، كيف تسير الأمور في شام شريف؟ الأمور عال عال يا مولانا، والناس عم تدعي لكم بطول العمر. أمور الأراضي، المحصول. المحصول ممتاز وزاد ضعفين عن السنة الماضية. شو بزال. زكي باشا أنتم مدير أعمال تمام. يعني شكرا يا مولانا، وأنا مجهز لك شغلات راح تحبها كثير يا مولانا. يعني في جميلات حسنوات مولانا. يعني مو بس في جميلات، في جميلات الجميلات. تمام زكي باشا، أنتم يفهم على حضراتنا. تمام. راح تنبسطوا كثير يا مولانا. تشكرات زكي باشا. ابو حسن باع محصوله بخساره، والباشا ما زاد سعر القمح مثل ما وعدنا. بس الباشا عم يقول انه السنه مضروب موسم القمح وخسر فيه كثير. بس هالحكي مو صحيح يا مختار، نحن حصدنا والمحصول منيح ماشي حاله. والفران عم يقول بده يزود سعر الخبز والناس ما معها. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. معقول يا مختار؟ العالم تشتغل بخسارة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بهايم ولك حبل طحين بالكامل يروح من بين ايديكم شلون؟ ولك يا ريتك ميتت وما خبرتني هاي الخبر يا ريت. نرى من وشي.